أقوت إنه رحل اليوم عقب العصر. قلبي معه يا نوف. يبا ما تدري وين هو نهش؟ أبد يطرشون الأخبار يا بنتي. الله يعافيك ويسهل عليك يا ماجد يا ابن اللجوات. إيه حسافة حسافة، هل جودي يضيع لجل أمره ما جناه ضعيف. ظاهر الحال عليه كان معين، ما كان طيب. بخته معي كان معين، بخت يطفي ولعات القناتي. وغذيت أنا وماجد مع الهم والهجوس صنوه. يا بنيتي الله يهديك، لا تحسبين اللي تكسر بس قلبك. القبيلة كلها خسرت ماجد. إيه لا تكشفت الشيخ مطلق وش جرى بحاله وهو يشوف رحايل ماجد نهج تنبلبر. يا نوف البارحة سهرتي وطال عليك الليل وقضيتيه بين دموع حيارة. قومي يا بنيتي، قومي امسحي دموعك اللي تجرح القلب وتهد الحيل. قومي توسدي فراشك وسلمي الأمر للي ما تنام عينه. قال لي الشيخ مطلق، قال لي لولا اليمين اللي مضى مني والعهد اللي علي كان ما خليت ماجد يرحل، لكن هو اللي حدني على اللي بدا مني. يا ترى نشوفك بعد يا ماجد؟ اليوم اللي تشوفونه به هو اليوم الفاصل بين الحياة والموت. أماله ولا المزهر واللي يبي يبقى عايش بينهم، يبي يعيش مع البراري، لا له جار ولا له دار. تدري يا مناحي، خير يا عمي، أشوف الجماعة ما عادوا مثل أول، قصدي الربع كلهم ما هم على خبري. شو القصد يا عمي؟ أشوفهم يبتعدون عني من يوم سالفة ماجد. غدا اللي سلم يقصر من سلامة، وحضورهم للمجلس ما عاد مثل الأول. حتى عمي حميد ما أشوفه إلا قليل، وعمي عمير. عمك عمير فيه اللي يكفيه، والباقي من الربع يا مناح. إيه يا عمي، سم بالرحمن، ولا تخلي الهواجيس تقضي عليك. الربع يحبونك ويودونك وانت شيخنا جميع. زين يا مناحي علمني، شفت الراعي محماس؟ لا بالله يا عمي ما شفته، يا غير اني سمعت باللي رواه محماس. زين، أبي منك يا مناحي تنهج يمه وتفهم منه وش الهرجة. حنا ما ودينا نزيد الأمور تعقيد يا وليدي. أبشر يا طويل العمر، أنا الحين أروح لأمه وأخذ منها العلوم بالتمام. ما ترخص يا عم. لا يا مناحي، تنهج يمه الحين وعقبها ترد لمي وأنا أحتريك. أبشر يا عمي. وما أبي محماس يدري أني أنا دزيتك لمه. فعليك يا طويل العمر لا توصي حريص، أترخص. بمان الله. ميزه يا ميزه، من هو عند الشق؟ انا عفتان. بسم الله الرحمن الرحيم. عفتان؟ هي عفتان. اكلت يا خروي.
هذا اللي صار يا ميثا. وانا ما قصرت مع ماجد حيت اني كفرت عن ذنبي معه. يعني انت معترف بخطاك على ماجد؟ لا كيف، وانا انقذت روحه من غير ما يدري اني قدمت له خدمة. هذا شعور بالخطأ غير المقصود. يا ميثا انا ما بي شر لحد صدقيني. لا خوش رجال. غادي تسمعينا الطيب والثنى لأخوك يا ميتة. يا عفتان انت بتقنعني انك بري وما سويت اللي سويت اللي هلج النوف، وما كان القصد تبلش عمك مزهر مع ماجد لين واحد منهم يخلص على الثاني وعقبها تخلص انت على الاخير. انت وش تقولين يا ميتة؟ ومعقول أخوك يسوي هالسوات؟ يا عفتان صار هذا رايش بخوش الدنيا بابها خير. يا عفتان حنا ربينا سوا في بيت واحد، انت اخوي ولد امي وابوي وانا ابخس منك بروحك. انت بتغطي عين الشمس ها؟ خوالك الى هالحين ما يدرون نزالتك اللي سويت، ولو يدرون كانوا طردوك من ديارهم. وراتش يا ميتا تعذريني وانا هالكبر كبري؟ انت ما صدقين اخوش؟ زين انشدي ماجد نفسه. انت تهجي انك ضحكت على ماجد لجل فزعت معه على الحنشل؟ ضحكت على ماجد؟ انت وش تقولين؟ يا عفتان يا عفتان ماجد ما هو سهل ولا بسيط. ماجد عارف زين وش انت، ولجل كذا لا عبرك ولا اعتبرك خصم له. ماجد خصمه اللي اعتدى على حقه بس بابك انت. ماجد حقه انت مزهر، انا مالي دعوه. ماجد عدى عليه خبثك بطيبه، وهو فارس بحقه حقيق رجال بصحيح، ما هو مثلك خسيس. يا تصيرين مهبوله يا ميثه. ماجد مالي حق عندي ولا انا خصيمه. والرجال اللي تقولين عليه بصحيح ما يرسل الحنشل خلف ماجد لجل يذبحونه بعتمة الليل. ليتني صدق كلامك. وإن كان عمي مزهر يخصمني ما يلوم لنفسه. ميثا ميثا مزهر وش يبي الحين ليكون سمع هرجنا؟ وراك يا بطل كم التنافة. ميثا تغب فيه. أعانك يا عمي؟ أنت نمتي يا ميثا؟ لحظة يا عمي تفضل يا عمي. مساك الله بالخير يا ميثا. مساك الله بالنور. أنت نمتي ولا ويش؟ كنت على وشك النوم. تبي شي يا عمي؟ والله الحقيقة كنت أبي أهرجك بمر مقلقني شوين. لحظة واجي يمك بالمجلس. زين يا عم مزهر. يا شيخ مزهر وينك فيه يا عم؟ أنا فيه يا مناحي. هذا مناحي توه رد. تمسي بخير والصباح رباح. وانت بخير يا عمي. حصلت محماس هنية بالبيت. زين عطني علوم محماس. قبل لا أعلمك بالسالفة ودي إنك تدري عن عفتان. عفتان وش بلا عفتان؟ عفتان يا شيخ مزهر لافين بالعرب اليوم. عفتان لافي بالعرب؟ وكاد الخبر يا مناحي؟ لا وكاد يا طويل العمر. وين هو فيها الحين؟ والله هذا الشيء اللي ما حد علمني به يا طويل العمر. أجل من شافه لافي بالعرب؟ ذكروه همس بين البل ينشد الرعيان عن الأخبار، وقالوا بعد أنه مع مغيب الشمس نحرم البيت. هم متوقدين من شوفته يا مناحي؟ قالوا انه كان متلطم يا غير انهم عرفوه. مناحي وش عندي منك يا وليدي؟ ساعدك وفرحة تبدك يا عمي. ابي منك تجيب لي عفتان
ليه سكت يا مناحي؟ يا طويل العمر يا طويل العمر، انت تدري زين ان عفتان مو بولد صغير علشان اسحبه من ايده وادنيه. وبعدين يا عمي انت تدري الروح عفتان وروح الناس خشم البندق اللي ما تفارق ايده والله يذبحني قبل لا اصله. عندك حق يا مناحي، عفتان ولد اخوي وانا ابخص به. سنبر حمان يا عمي سنبر حمان، مو هو بطيب ترحل يا معفتان. الصباح ان شاء الله الصباح نرسل سعيد نخليه يتشمشم الاخبار وعقبها يحلها الحلال. وكاد انه خواله عرفوا بنزالته قاموا طردوه. ايه يا طويل العمر، وعفتان له حسابه وما هنا فايده منها الحين يا طويل العمر. حتى لو ذبحته حتى لو ذبحته ماجد مو بتاركنا الامر. لو يدرون الناس وش يقولون؟ يقولون ان الشيخ مزهر ما يدري عن عفتان، والوكاد يا عمي انها الحين جمع العلوم اللي فاتته ورحل. زين يا مناحي عطني علوم محماس. ايه يا طويل العمر، ما احنا زود على قصة الحنشل، ما احنا زود بغير انه يقولون ان ماجد ذبحهم وعفتان كان معه وساعده. كان معه؟ ايه يا طويل العمر كان معه، حيث انه كان يتعقبهم، والظاهر والله العالم انهم ساردين قروشه وهو نايم. زين وش علومك عن العشب والمه؟ كل خير يا عمي كل خير، العرب كلهم قربوا يم الخبرة البيضاء. علم الربع يا مناحي باشر يقربون بيوتهم حول الخبرة البيضاء لا يفوتهم الماء. أبشر يا طويل العمر، تبي شيء ثاني طال عمرك؟ لا تسلم يا مناح. أترخص يا طويل العمر. بمان الله. يا ولادي يا ماجد، هالعرب يتضرون الرحيل وحنا صارنا شهر معهم، لا حد عرفنا ولا عرفنا حد منهم. هذا هو اللي نفعنا يمه، احنا وش نبي بلي عرفنا ولا نعرفه. الحمد لله هذا رحمة من الله وتدبير. لو كان احد هنا يعرفنا ما كان شفتي ولدك ماجد يقضي اكثر الايام والليالي قريب منك. اي والله صدقتي، ولا كان قدرنا على المقطعنا الجديد. يا ولادي يا ماجد، جانا الصيف والعرب قامت ترحل يم الماء، وحنا ما ندري وش نسوي، ما ندري نرحل معهم ولا نبقى في الديار ولا ندور جيران غيرهم. لا يمه لا، لا نبقى معهم ولا ندور جيران، إلا نرحل معهم وين ما يرحلون. يا ولادي يا ماجد، هذول من عرب الشيخ جديع، والشيخ جديع يذكرونه إنه السنة يقيض على أبيض. وش فيها هذه يمه؟ وش فيها؟ هلا بذا السنة ما في إلا خبر الشمال، والخبرة هذه للشيخ مطلق. إيه يما أنا داري بكل شيء، ولهالسبب أقول إنها رحمة من الله وتدبير إنه ما حد يعرفنا. إيش تقصد يا ماجد؟ أعلم الوالدة بكل شيء. إيه قصدي يما إن إحنا نرحل مع العرب، ننزل على شيخهم ونقيض معهم السنة على الأبيض. هذول يا ماجد ينزلون عند الشيخ المطلق شيخ القبيل. إيه ولهالسبب أنا راح لمعهم. تدرين ليش يمه؟ ليه يا ولدي؟ مزهر مع عرب الشيخ مطلق. ايه وانا مع عرب الشيخ جديع. وهناك اقدر اعدي على مزهر. كيف تعدى على مزهر يا ولدي والشيخ مطلق يا حمي؟ يمه اترك الحديث الحين، كل شيء له وقت. وين عيونك شنوفة تشوف ماجد؟ تشوف كيف الايام بتدف ضد الريح، ما تبيه قاوم الذل والحار. ينوف الأحداث صارت واجد، لكن رغم كل هالشي عندي صوت الداخل يقول نوف لك يا ماجد، ولقاكم إن شاء الله قريب. لا تهون يا ماجد لا تهون، نوف تراها على العهد. أنا متحسفة يا ولد عمي، أقول
انك انسان نذل وما تستحي، وحزينة اكثر اني اقول لك اني ما هتقدر احتمل اذاك وخبثك. مراسيلك اللي تدزها لي منه ومنه رح تكون شاهد على موتك من يد ماجد. الله يسامحك يا بنت عمي، كلامك اللي تقولينه ينزل على روحي مثل البراد بالصيف. وش اسوي بهالقلب اللي يحبش وما يبي غيرك؟ يا بعد عمري خليك عاقله وسمي بالرحمن. قولي ابي ولد عمي عفتان. انت ما تستحي على روحك؟ انت ما تخجل يا وجه البوم تكلم بنت عمك كلام مرذل مثلك وهي على ذمه رجل غيرك؟ والله لولا انك حرمه كان خليت راسك ينطح القاع. لكن اعود واقول جب جب ولا كلمه. وانت عرضت لمرت ثانيه لا تلوم الا نفسك. وين ما داويت يا بنت امير راح تكونين لعبتان، ونشوف من هو اللي خشمه بالقاع. ام نوف عونك يا ابو نوف. تدرين ان الشيخ مطلق بلغ القبيله كلها ان الرحيل السنه على المال ابيض؟ كل القبيله؟ الله الله، حيث ان الربيع قضى والما بالصيف شحيح، والشيخ مطلق ما يبغى احد من ربعنا يتعرض للذل. عسى الله يطول عمره ويبقيه لنا. الله كريم، الا ما علمتيني. هي نوف وش اخبارها اليوم؟ وينها فيه؟ الله يكون بالعون يا ابو نوف، وفوق مصايبنا اللي انت خابر مصيبة عفتان. عفتان عفتان، هو عاود النوب؟ هو في يوم يمر ما يعاود، كل يوم مراسيله وبلاويها علينا. والله لا يعقلها العفتان هذا، عاود عقب ما انهته نوف، والله يا ان عود مرة ثانية غير اقطع نصفي. يوبا تسمح لي اني اكلمك؟ تفضل يا بنيتي. يوبا انا توازيت من عفتان ومراسيل عفتان، وانت تدري يوبا اني على ذمة ماجد، وعفتان ما هو راضي يجيب هالبر. خلاص يا بنيتي، راد الله ما عاد يتعرض لعفتان، حيث اني بمسكه وعلمه ونعود مرة ثانية للي يسويه غير اقطع نصفي. قومي قومي يا بنيتي والمي الرحايل، حيث ان العرب باكر بيرحلون، وانا ابنهج واولم كل شيء علشان ارحل من بدري. يا ربع ان شاء الله ان الخبره تكفينا وتكفي حلالنا. ان شاء الله ان شاء الله. طويل العمر بخير. الله الخبره تكفي مثلنا من العرب مرتين، فيها ما واجد حيث انها كبيره. أنا عارف إن فيها ما واجد، لكن الماء لازم ينحفظ. وكيف ينحفظ طال عمرك؟ ينحفظ من الحلال. إيه؟ لازم ما تدركون البل تخوض بالماء وتوزخه. هذا صحيح. الله هذا صحيح. لازم ترفعون الماء بدلوا من الخبرة الحوض البل، حتى الماء يبقى نظيف كل الصيف. الله صحيح يا شيخ. هذا واجب. ومعك حق. يا طويل العمر نزلوا علينا عربان واجد. ما تنزل والله يحييهم. هالحين وتوبت يا شيخ الداعي يا ابنه. يلا حيه يلا حيه راعي القروه. يا ربع ترى باشر عندنا نزلت الشيخ جديع. ايه نبي نسير عليهم. الله يحييهم. الله يحييهم. الله يحييهم. مزهر عونك يا امير. اقول لك فكنا من شر هالخبل. اي خبل يعني؟ هو في غيره؟ عفتان عفتان ترى لقيته، غير اقطع نصفين وريحكم منه. وعفتان وين هو فيه الحين؟ مناحي يا مناحي، وين دوا مناحي؟ ما علينا من مناحي يا ابن الحلال. انا اقول لك عفتان هذا وش اللي جابه لنا؟ امام توزع عند خواله وش اللي رد علينا هالايام؟ عندك حق يا عم، لكن عفتان حنا هلا وش نسوي؟ انت برا منه. انا اقول. قول يا عمير. اقول عفتان لو يدري انك تبي تحاسبه كان ما جل الديره بالمره. وش تبيني اسوي يا عم؟
لو كان قتل عفتان يحل الإشكال اللي حنا بيه كان قصيت راسه من ثاني يوم. لكن عفتان ولدنا من لحمنا ودمنا، شئنا ما بينا. يوم تقع عيني عليه أبي أحاسبه حسابا عسير، أبي أعلمه كيف يكون رجال. والحين أبي أطلب من مناح يدور عليه ويجيبه لمي. يا شيخ مزهر، يا شيخ وراك يا مناح. ماجد في الديرة يا شيخ. أنت متوكد يا مناحي؟ إلا متوكد ولا يجيك أكدمني أبد يا مناحي. أخاف التبس عليك الأمر يا وليدي، أنت نظرته بعينك؟ عوذة يا عمي عوذة، هو اللي مثلي يلتبس عليه أمر ماجد. وين شفته؟ كيف عرفته؟ أنا من حين شفت بوش عرب الشيخ جديع مقبلن على ديرتنا وأنا راقب العربان وتفرس وجيههم، وصار لي يومين يا طويل العمر وأنا ماشي الرعيان وأشوف الجم مع البل وراعي للخيل وهل الخيل. عجل يا مناحي عجل يا وليدي، عطني النتيجة. وامس العصر يا عمي كنت قريب من بيت الجم أراقب هل الخيل وهم يأتون للبيت ولاه لافت بالخيال. أقبل الخيال على الحمداني ولاه تقل جبل مدوم مير يصهر الحمداني يا طويل العمر، وشبهرت الخيل وتشوفني أشبهر معه. وأقبل خيال على الحمداني وتفرس فيه يا طويل العمر ولاه ماجد أخو هنوف على الحمداني والغزال معادلا وراه، تنطحوها للخيل وحيوم به على غير عرف. أها، وش بعد يا مناحي؟ وش بعد يا عمي؟ وش بعد؟ أنا من حين عرفت إنه هو ما بقى بعزم سحبت نفسي من البوش وجيتكم فازة وعلمتكم، وأنتم الحين شوفوا لكم صرفة حال. وش الرأي عندك يا عمير؟ والله أنا ما عندي رأي. الرأي عندي وأنا راعي العصلة. وش من رأي يا مزهر؟ أنا مزهر شيخ حلال عصلة، كيف أتخفى عن ماجد؟ وش القصد؟ ودي أدز له مرسال أبعث له خبر. وش تقول فيه؟ أقول له ودنا انتلاقى أنا وأنت يا ماجد بهالبر، إما لي وإما لك. وش هالكلام يا مزهر؟ اللي سمعته يا عمير، أنا ما عاد عندي صبر. غدينا سالفة بين العربان، ضيعتم ما وجهي وانت تدزوله مراسيل لاجل الصلح يا مناحي. سمع عمي ابشر، تبي شيء يا طويل العمر؟ ابي منك الحين تنهج يا ماجد وتقله الملتقى باكر الصبح بيني وبينه عند الرجم. انت انهبلت يا مزهر، وش بلاك انت؟ يعني بوك ذا مو بكلام عقال، تبي تورطنا مع الشيخ منطلق؟ الكلام اللي تقوله هرج ما يقوله إلا وراعين توهم على الدنيا. لا يا عمير، أنا صاحي ووزن الأمور زين، وهذا اللي يليق بالشيخ مزهر. أنا نسيت طال عمرك علف للفرس. لا تفارق يا مناحي. أبرد يا عمي أبرد. مزهر، أنت ما تدري وش اللي يصير لو تلتقي انت وماجد وحدكم بالبر؟ النتائج ما تهمني يا عم. وشلو ما تهمك النتائج وحنا نداري لها مثل التشهر؟ انا عارف وش بسوي. احز الله انك ما تبي اما العرف، لو انك عارف وش تبي تسوي ما تقول اللي قلت. يا عم انا تعبت من الامر، تعبت. واحد من اثنين، اما انا وماجد واحد منا لازم يرحل. وهالكلام ما يصير ما دمت انا حي الراد الله. وايش يعني؟ نخاف منه؟ ما عندنا بنخاف يا وليدي، الله يهديك. الامر واضح مثل عين الشمس. وايش يعني؟ انت تهقي انه ماجد ارجل من مزهر؟ ما هو بالقصد يا مزهر. وايش القصد؟ القصد ان ماجد افتى منك واسرع منك. يا عم ارجوك. مزهر، أنا اللي أرجوك يا وليدي، وحنا وأنا عمك حنا سنايدك ونبي نقف معك على كل شيء.
ماجد. عونك يمه. وراك يا ولدي، ما تجلس إلا بداخل البيت، وش علمك؟ يمه أخاف من الشمس تلمحني وتنقل أخباري. بس الهم اللي براسك يا ولدي خلاك تكبر 10 سنين زود من عمرك. حطني من همك يا ولدي، خليني أفكر معك. يمه اللي أفكر فيه ما يصلح للحريم. يا ولدي يا ماجد، تونا مقيلين والتعب هد حيلنا بهالبر. تعال يا ولدي كلك لكم، انت من امس ما نزل بطنك الزاد. الزاد ما يمر بحلقي يمه، وانا ومزهر مكان واحد. يا ولدي يا ماجد، مزهر مع العرب ومقاصر الشيخ مطلق، والكل حامي عليه حيث انه بوجه الشيخ. انت نسيت يمه؟ لو يكون بوجه مشايخ العرب كلها ما ينفذ من سيفي او البندق وانا اخوها نوف. يذبحونك يذبحونك يا ولدي. اللي يذبحني يمه ما بعد جابته امه الرد الله. يمه انت ادري وش تبي تقول. غسل العار وبيض الوجه ما يصير بحبه الخشم والراس. ايه اجل، غسل العار يبي له ذراع قويه وسيف حاد يا ماجد. لا يا ولدي لا، دمك محفوظ برعاية الله يا ولدي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت شلون يا حميد وشفت شلون يا شايب؟ الموضوع خطير ولا ينسكت عليه. شفت شلون يا طويل العمر؟ والحين الحين عقب ما علمتك يا شايب الرحمن لازم تدارك الأمر، ونتدارك عمي الشيخ مزر وعمي الشيخ عمير قبل لا ينفذ الأمر. ويش قال بعد؟ أنا خابر مزهر زين، علمني ويش كان يسولف مع عمه عمير قبل لا يعصب ويطلب المواجهة مع ماجد. وكاد إنه سامع عن شيء موذيه، شيء جايب له القهر، ولا صار معصب أجين إخلاقه. وش قلت شطرفة؟ وش قلت غير إنه يغليني وأغليه؟ ويا ما تحملت الليالي الرهيبة وأنا برج والله إنه يفرج الكرب اللي ضاق به صدري. بدارنا الأول يا نوف كنا نجالس القمر ونجوم الليل بلي كرب وبلي هم، واليوم اليوم اليوم هاجسي حل في خافي ضميري وجروحها بقصح شاي. طال الليل الشقا طال وقلبي تكسر كسور ما لها جبار. لا ضيع العقل وانا عمك. العقل ما يالف على غير المعقول يا عم، ومالي بالمقادير حيلة. لكن وش أسوي لو الزمان عقب الوناسة رماني بهم وصارت هموم قلبي تهيلة. أرعى حقوق القرابة يا مزهر، ويقولون البادي بالشر أظلم وأنا عمك. عمري ما عانيت بالشر أحد يا عم، لكن لا طحت يا لادمي أقرب قريب منك ينحاش لو ناظرك بالنار ما جاء وشالك. مزهر ما هو بجبان يا عم، والسكوت عن ماجد خلاه يقول المزهر اللي ما ينقال، طمع بي لجل صرت أدراه. يا السلام عليك. عليكم السلام. يا هلا والله وسهلا. حياكم الله. حياك وقتك يا ابو عزة، حياك الله. خير ان شاء الله خير. ما في الا الخير يا شايب الحمام. استريح واستريح وحياكم الله. سعيد. سامي عمي. حياك الله يا وليد. يقويك يا وليد. الله يقويك ويطول عمرك. يا حرامك. وشلونك يا طول عمرك؟ الله حيك. عسى الصحة زينة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تسلم. اي قويك يا سعيد. الله يقويك يا عمي. الله يبارك فيك. تسلم يمينك يا سعيد. هلا ومرحبا يا عمي. الله يبارك فيك. اوكي يا سعيد انا حمال بيك. يا هلا يا عمي. يقول المثل يا مزهر. خلاص يا سعيد. الصديق بساعة الضيق تلقاه، وحنا عطوا عليك من سيفك اللي تشحذه وتبره. وش تقول؟
أقول يا نوف. قولي يا طرفة. وخيتي العمر يمضي يوم ورا يوم وحنا ما نقوى على رد المقسوم. ولا بعد راضية بما قسم، ولو اذرف ثلاث تقاليد حبي راضيت به، ولو جرجر على الشوق قلبي يدميه بلي ذنب جنيته. مكلوم قلب الهوى لا باح سره. غصبا علي طرف، غصبا علي بطبي ساحتي واعطيه للريح لهبوب الشمال، توديه للي حاجزن بقلبي متشانه. ليتني اقدر اواسيه. حب السامي خلاه يسمع وتزيد بهج راح بلواه، ولا يقبل عن العز بديل. ليت القدر يجمعنا، ولو قبل ما ياتي يوم نبساع خالي الباء صافي. نوف عونت شي طرفة؟ لابد ما بعد الصبر يرتاح وينعم البال. وخيتي وشلون والقلب مرعب؟ لا صار صدرك وسيع وروحك للعنا وتطيق. ما هقيت أحد بالدنيا شال شيلي واكبر ويلي. مثلكم نهايته بلا تحديد، وامر المضى ما باليد حيلة. أنا وماجد يا طرفة محددين بمرين وحلاهم علقم. تقولي صار ذابح أو ذابح عمه مشرد ومطلوب، ولا صار مذبوح؟ فظلوا لفالج واصبري وتوكلي، وعسى صبرك يجيب المبروك والسنة. يا ليت يا بعد عمري، يا ليت. وانا برج والله، وهو صاحب الامر يرفق بحالنا ويتمل جراحنا. النبى الصيف يا مزهر، وشو له تشطر بسيفك؟ السيف دوم بيدي شطير وانا راعي العصله. كفو والله كفو. بس اللي نعرفه ان سيفك شطير على العدا يا طويل العمر، ما هو عربعك. وش تقول يا عم؟ لو تلاقيت انت وماجد مثل ما انت ناوي وذبحت ماجد، هل يتركونك؟ لو ان ماجد يذبح بسيفك كل قرايبه يطالبونك باثنين. ها؟ الاوله وجه ماجد اللي قطعته، والثانيه دم ماجد. والشيخ مطلق وين تروح منه وانت سمحت لنفسك ما منعته عن غيرك؟ كيف يعني؟ الشيخ مطلق اول مين يهدر دمك؟ لا بل ازيدك من الشعر بيت. الشيخ راح يكون عون على ذبح جماعتك كلهم، وما هقيت ان هذا يرضيك. وحنا لو ذبحك ماجد وين نروح؟ وين غدي؟ الحق لازم نشوف لنا شوفه مع ماجد. احنا لابد لازم نحاول الين نصل الحل. والقضوه؟ اي يا حميد، القضوه قلت لك عنها من زمان. ماجد له ثلاث دلوات على مزهر، ومزهر دخل عند ماجد على الشيخ مطلق، والشيخ مطلق حمى بوجهه المزهر. ماجد ما اعتدى. اللي اعتدى مزهر. اي اللي اعتدى مزهر، هو اللي طالب يلقاه، وصاحب البلوى ما عنده حق. حنا لو نبي نتشار المزهر الحق ما هو معنا. والشيخ مطلق وكل العرب يقفون ضدنا. ما يحتاج تهوجس، وانا عمك ما يحتاج تهوجس، وعندك شاب العشيرة ابو عزة يعلمك بكل علم زين تبيه. وش تشورون الحين؟ انا ما كان عزيت نفسي فلا خيرا فيها. والايام اللي مرت اعتبرها مقادير، وصارت دروس لأيام المقبلة. نعن أبوه، أنا بحياته هو يبي موتي. يا شيخ مزهر الشورى الحين ما هو بيدنا، حنا بوجه الشيخ مطلق، ولازم نعلمه إن ماجد مع العرب. طع شورنا وأنا عمك. من لا طاع ضاع يا عم، واللي ما له سنايد تبلعها الأرض الخلاوية. ونعم من راعي العصلة. عليك زود يا عم،
مالك زود يا عمي. يا عمي يا شيخ مزهر وراك يا سعيد. مرسول الشيخ مطلق يسلم عليك سلام كثير ويقول لك ان الشيخ مطلق يبغاك ضروري. اللهم اجعله خير. القوم حماس. الله يقويك يا اخو. اها تبي معه؟ شايف الدنيا معك يا محماس، عصاك طيب يا ابن الاجواد. يلا حيك يلا حيك. تفضل استرح يا اخوي. بحر بوجه زين يا راع الخير والجود. عرفتني والله يا اخو تراه مشبه عليك. وجهك ما هو غريب عني، قد التقينا من الاول. هلا التقينا. انا راعي من رعيان الشيخ مطلق. عجيب، راعي من رعيان الشيخ مطلق وبديرتنا وما عرفتك؟ ما يصير. ما عرفتني؟ لكن رعيان الشيخ مطلق اثنين، حميدان وخويها عليان، ما احنا غيرهم. انا توي الحين كنت بسرح معهم. اي والاسم بالخير. خويك ملقاط. ملقاط، يا هلا بك يا ملقاط. وبك يا محماس. والله يا نشمي اني دورتك من يوم الله براني، يوم جتني عند الخضرة. أتذكر يا محماس كيف شقيت ثوبك ولفيت به يدي وراسي؟ إيه هذا انسى. إيه بالهي. يا هلا ومرحب. يا هلا. والله أنا ما نسيت. إيه يا خوي. إيه بالله، والله دورتك في كل مكان. لجنة تحذر منك لأني كلفت عليك واجد. والله يعين على الرد الجمالي. يا ابن الحلال ما احنا كلافة. أبي منك تعلمني. وش تبيني أعلمك؟ هي تتعلمني السالفة. وراك كنت مهروس هرس، وكيف جرى معاك الأمر؟ وراك كنت ما تهرج، ما نطقت ولا بحرف. أنا لقيت إنك أطرم. وين شردت يا خوي ملقاط؟ السالفة وخيي. إيه؟ طويلة وخيي، يبي لها وقت. بس أقدر أقول الحين إن الله أرسل واحد بدربي، وعقب الأمان والعيش والملح طلع بواق وغدر بي وذبح صويحي باللي، صابني بجروح ما تبر. يا خوي حنه، وش ورانا؟ أبي أسمع منك السالفة وكيف صار الأمر.
كيف صار الامر معاك ومع صويبك؟ ملزم. اي والله ملزم، ومن صار بها سر اخوك محماس بين ما له قرار. في يوم من الايام محماس جانا غزو. اي اول يلا يا طرفة، يلا نشوف العجوز يخطي لها حاجة. يلا يلا. يا هلا بنياتي، يا هلا يا هلا بزينات. قيلن لا الله يحييك. قيلن يلا حي العمة، يلا حيها. القوة يا عمة. الله يقويكن. هلا بنياتي، قلتن الله يحييكن. الله يعافيك يا عمة. ترى يا عمة ورانا شغيلات، وإذا لتش حاجتم قولي. إيه بالله يا بنيتي، أنا عجوز رملة ولا عندي حد ولا بيرب حصل الجليب. أبي ليش وين ما ابشري ابشري بالماء يا عمة. الله يبشرك بالخير يا بنيتي ولا يفجعتش بغال. عندك قربة يا عمة؟ هلا هلا. هاي القربة. ابشري يا عمة، هالحين آتيك بالماء. نترخص يا عمة. هذه السالفة يا محماس. خوي الله يرحمه مات. الله يرحمه. وأنا سلمت بروحي بعد ما تصوبت وانحرق قلبي، ولا أدري الحين وش أسوي. الشيخ عفاس، الشيخ عفاس، والله بعمره ما سمعت اسمها الشيخ ولا بعربه، لا حولنا ولا بكل هالمكان. يمكن الراجل محتال او حنشل من عرب مجيدع. بي ها وش الشهور علي يا محماس؟ والله يا اخو شهور عليك انك تعلم عمك مطلق بالامر، وهو يتولى عنك كل شيء حيث انه يعرف كل مشايخ الديره. انا ما بكلف عليهم ما اجد، وانا توي عندهم راعي. وانت لو شفت عفيس هذا تعرفه؟ الله الله، والله لو هو بين الف رجال. او هو يعرف انك حي؟ ما هقيت. هماك تقول كنت مصاوب؟ أقلها أو شكني حي. حيث إنه ما وجدني بعد ما أطلق النار. أي أحمد الله على السلامة يا أخوي، أحمد الله على السلامة إنك حي. أي بالله الحمد لله. أبي منك يا محماس. تفضل يا أخوي. تعلمني وش سالفة واحد قال له ماجد ومزر. هاي هذه سالفة طويلة يا الأخو، طويلة. وحنا وش ورانا؟ أنت قول السالفة ونقطع بها الوقت علينا الغياب. هاي اسمع يا الأخو. هاي يا نوف، وينك في سرحتي؟ ما أدري يا طرف، بس هالعجيز كسرت بقلبي ما ادري ليه. ايه بالله، حتى انا يا نوف. مساكين اللي يكبر وما عنده احد يرعاه ويقضي لزومه. تدرين يا طرفه، ابى اتعرف على هالعجيز اكثر، ولزوم اني ساعده كل ما ناتي للحطب او نروح الجلي. عجيب انها بروحها بطرف البيوت. يمكن ما تبي تضايق احد، ودي اسولف معها. تسمعين منها سالفتن هالكبر كبرها حزينة وتقطع القلب، وانا عاد قلبي ما يقوى على سوالي في العجايز. وش يدريتش هالعجيز هذي مثل غيرها، مذبوح ولدها ولا رجلها او مالها عيال او باقية من قبيلة خذاها الغزو زمان. سوالفنا حنا يا العرب. ايه وجارتن للقبيلة. الله اعلم. اللي اثر علي ما هو حالتها بس، أجل ويش؟
يا طرفة ما أدري، في بحسها شيء غريب جذبني، ما أدري وش هو. وكاد العجيز وراها قصة. يا نوف، هذا عجيز مالها سند وبس. قلت لك وكاد وراها قصة. نوف، أنت تعرفين كل قرايب ماجد؟ لا يا طرفة، أنا ما أعرف الحريم قرايبة، ما أعرف إلا عمامة، أعرفهم زين. تهجين إنها من قرابة ماجد؟ لو هي من قرابته وراها بطرف البيوت بروحها، يمكن عناها شيء فرقها عنهم. إيه؟ بس ما ينسونها بهالخربوش، نشفها شمس الصيف ويذبحها برد الشتاء. بعدين أنت بحرتي زين بوجهها؟ هلا بحرت وما شفتي دمها، ما هو على دم ماجد إلا هذه يا نوف، ما أعرف لها صنع. زين، أعطني قربة العجوز، أبروح أوصلها وأعرف شوين عن حالها. وأنا احترين هنا يا إلين عود، أعطني القربة. والحين يا طويل العمر الرأي رأيك وانتم الجميع. خوش رأي سويت يا أبو عزة، جيتك عندي. أنا أقدرها يا شايب العشيرة يا أبو العرفة الصح. ما عليك زوز وانت خشوزة. أنت يا مزهر، لو الأمر اللي جاك نفذ كنت حست أنا حوزة تنشينة. أنا كان قصدي يا طويل العمر كنا الحين ضايعين وحرب بيننا قايمة، والله يستر. ما صار إلا الخير يا أخو جوزة. العقل يا راعي العصلة، العقل. الربع، أبيكم تسامحوني على الأمر اللي بدر مني، حيث أنه ما ظل عندي صبر. يا مزهر، سم يا طويل العمر، أنت صاحب عقل وتدبير وشيخ ربعه، وأبي منك أنت شاور سوا بكل شيء تراه حول الأمر. تم يا طويل العمر. والحين عندنا ضيوف الله يحييهم، نبي نسير عليهم ونعزمهم باكر عندنا، وانت دابر بيننا بالراي ونشوف لنا شوفه تزين الامور كلها ان راد الله. ان راد الله زين. وش الشوره الحين يا طويل العمر؟ ايش تبي تقول يا حميد؟ وجهك في هرجه من يوم دخلت المجلس. يا طويل العمر، الحين ماجد مع الشيخ جديع والعرب كلهم ما يعرفونه، فهو لو انه عدى على مزهر وفعل فعلته. هيه يا اخوي يا ملقاب، هذه سالفة عمي عفتان والشيخ مزهر هو ماجد. تبي شيء بعد؟ ما بلا سلامتك، اسلمت يا محماس، والله الحين تستاهل عب على راسك. اي بالله تستاهل عب على راسك. أيه. والله كود عب على راسك. ملقاط. والله كود عب على راسك. براك يا ملقاط. اي انت في شيء موزيه عني؟ وش بلاك؟ ابد يا اخوي ابد. انت تعرف حدا منهم يا ملقاط؟ انا من اللي معرفت للشيوخ الكبار. واحد راعي فقير مثلي، من له معرفته للشيوخ. ايه وراك تنشد عنهم وعن ما بينهم من امور. نشدت عنهم حيث اني سمعت في يوم ان المنادي يقول ان الشيخ مطلق ادخل مزر وربعه بوجهه من ماجد، فقلت لابد بينهم امور. وارتحت بعد ما عرفت السالفة؟ تبي الحق يا محماس؟ الله الله، هذا اللي قاله عفتان خسيس ونذل أو ما عنده سالفة. أنت وش رأيك؟ والله ما أدري وش أقول يا أخوي ملقاط. قول الحق. الحق وش الفايدة إذا كان الحق ما هو مسموع؟ ولا تنسى إني راعي عندهم. ولو ما دمت أنت واحد من عربهم. أقول عورك يا محماس. هرجك يا ملقاط ما منه فايدة، وأنت تراه براسك شيء مغبيه عني. وش هو؟ هل بخاطري كلمة حق. ها؟ عفتان خسيس وبواق،
ولا ما من خير ربعه ما من خير للناس. ايه وش هالكلام الشين يا ملقاط؟ انت لا تتدخل بامور لا تعنيك، تراك تتعب. وشايف ما تعنيني وشايف ما تخصني. وش تقول تعنيك وتخصك؟ اقصد اقول يعني اني هذه سلوك منها اني العرب. ايه اسمع يا الهايف، هذه امور بينهم، تراهم والله يقصون لسانك وانت حي. لك علي يا رفيقي. هذه طلعت عمي عفطان.